ظهرت خلال القرن السابع عشر حركة دينية من طائفة البروتستانت حملت اسم ماجلتونيانزم، وذلك نسبة إلى مؤسسها لودوفيك ماجلتون. الحركة نشأت مباشرة بعد صدور أولى الطبعات للكتاب المقدس، وهي نسخة الملك جيمس، والتي ما زالت إلى اليوم تعادى من طرف بعض الطوائف والأفراد ذوي الديانة المسيحية، حيث يطلقون عليها اسم نسخة الملك الماسونية الذي سهر على إنجازها وإعدادها طائفة من اليهود الأغيار الماسونيين. قضى لودوفيك حياته المهنية كخياط بمدينة لندن، وقد كان ماهرا ومتقنا لعمله، ورغم أن معرفته بالكتابة والقراءة والحساب كانت سطحية، إلا أنه في نفس الوقت رأى نفسه مفكرا دينيا ومبشرا بتعاليم جديدة رفضها الاتجاه الديني الرسمي، وأدت آراؤه واعتقاداته إلى سجنه مرتين. سنة 1651 بدأ لودوفيك ماجلتون يشعر بتلقي الوحي في مناسبة عدة، وهو الأمر الذي شعر به قريبه جون ريف أيضا، فقد آمن الاثنان أن صوت الإله كان يناديهما للوقوف في وجه الاعتقادات الدينية والعلمية السائدة وتصحيح العقيدة، وذلك تحقيقا للآية الثالثة من الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. من أهم ما دعت له هذه الحركة هو الإيمان بأن السماء ترتفع عن الأرض مقدار 6 أميال، لتكون بذلك بداية موجة أفكار أخرى منحرفة ترتبط بشكل الأرض والسماء. بعد مرور قرنين من الزمن، شرع المخترع والكاتب الإنجليزي ذو التوجهات الصهيونية سامويل روبوثام، وهو مؤسس إحدى المنتديات الأوينية الشيوعية في شرق إنجلترا، في جمع أفكار جديدة وفرضيات حول شكل الأرض. اضطر سامويل روبوثام إلى الهروب من المنتدى الذي أسسه بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي ببعض النساء المنتميات للمنتدى، وغير اسمه إلى بارالاكس حتى تخفى به وغادر إلى منطقة بادفورد. هناك اشتغل بتقديم العلاج لأهل القرية وقراءة الطالع، وفي نفس الوقت تفرغ لجمع المزيد من الأفكار والفرضيات بخصوص الأرض. هناك أجرى تجربة بساط الأرض في نهر بادفورد الذي يمتد على طول 6 أميال ليستنتج أن الأرض مسطحة، وبالرغم من أن التجارب اللاحقة التي أجريت دعمت فكرة الكروية، إلا أن روبوثام تمسك بنتيجة تجربته الأولى. بدأ بعدها بالترويج لفكرته عن طريق إلقاء المحاضرات، إلى أنه تهرب من الإجابة على تساؤل حول سبب اختفاء أجسام السفن قبل اختفاء الصواري والأشرعة، واستمر في محاضراته وطور أساليبا بارعة لمراوغة الأسئلة والمفاهيم التي لا يجد جوابا لها. اضطر بارالاكس إلى قبول التحدي من بعض القائلين بكروية الأرض، واجتمعوا ذات يوم على ضفاف شاطئ بلايموث. كان تحدي أن المنارة التي تبعد حوالي 14 ميلا لن تظهر كاملة عند استخدام التلسكوب، في حين أن روبوثام كان يدعي أنها ستظهر كاملة بسبب تسطيح الأرض. قبل التجربة اقترح المتحدون أن ما سيظهر هو فقط برج المنارة من هذه المسافة، وعند التجربة لم يظهر سوى نصف البرج، فاستغل روبوثام بألاعبه الوضع واتهمهم بأنهم ليسوا دقيقين في معلوماتهم وأن حساباتهم خاطئة وأن الأرض مسطحة. استمر بعد ذلك روبوثام في جمع أفكاره وفرضياته ونظرياته ووضعها في كتيب من 16 صفحة أطلق عليه اسم Zetetic Astronomy Earth Not a Globe، ثم بعد سنوات فصله في كتاب من 430 صفحة ليصبح بعد ذلك عراب فكرة سطحية الأرض، ويصبح كتابه هذا الكتاب المقدس عند أتباع هذه الفرضية. ويدعو الكتاب إلى الإيمان بأن الأرض ليست كروية وأنها سطح مغلق، وأن مركزها القطب الشمالي، وأنها مطوقة بجدار من الجليد،
وأن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تبعد فقط بمئات الأميال عن سطح الأرض. توفي سامر روبوثام سنة 1884، وكشفت شهادة الوفاة أنه يحمل لقب السير سامويل روبوثام. لقد كان يعطى هذا اللقب لمن ينتمي لأخوة الماسونية، وأكدت ذلك تلك الرموز الماسونية التي زين بها قبره. بعد هذه الفترة أخذت سيدة تنتمي للعائلة الملكية الأرستقراطية المشعل من سامويل روبوثام لتنشر نفس الفكر، وهي السيدة إليزابيث آن مولد بلانت، زوجة المكتشف المشهور السير والتر دي سودينغتون بلانت، والعضوة في كنيسة إنجلترا، مستفيدة بذلك ارتباط زوجها الوثيق بالعرش الملكي، حيث كانت تجمعه بالعائلة الملكية رابطة الدم الأزرق دم النبلاء. استفادت السيدة بلانت من محيط وعلاقات زوجها الماسوني البارون ذو الرتبة التاسعة لتؤسس أول جمعية للمؤمنين بتسطيح الأرض، حملت اسم Catholic Zetetics Societies وأيضا Universal Zetetic Society، وكانت تعرف هي شخصيا باسم زيتيو. اهتمت الجمعية بدراسة الكون انطلاقا من النصوص المقدسة وباستخدام أساسيات المنهج الفلكي المذكور، أي Zetetic Astronomy. كما اشتهرت أيضا باسم السيدة البناءة الحرة، أي السيدة الماسونية، كما نشرت مجلة دورية آنذاك تدعى The Oracle في مقال حول العلاقة بينها وبين السير روبوثام. وأسست السيدة بلاونت عدة مؤسسات خيرية أخرى لدعم بعض مشاريع الأخوة الماسونية. بعد أن أصدرت إنجلترا قانونا يجبر المنتمين إلى الأخوة الماسونية بتسجيل أنفسهم بشكل رسمي، انتشرت حمى الماسونية لتجتاح الكنائس أيضا، لينجم عن ذلك تأسيس عدة مجموعات دينية مثل المورمونز وجيهوفاز ويتنس. رأى الباحثون في شؤون الماسونية خطة لنشر أجنداتهم عبر منصات مختلفة. من هذا المنطلق وفي وقت كتابة روبوثام لزيتاتيك أسترونومي، رحل الصهيوني وعضو كنيسة إنجلترا الموقر جون ألكسندر داوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينشر الفكرة ذاته. أصبح ماسونيا سنة 1875 وأسس مدينة زايون في إلينوي، ثم كنيسة Christian Catholic Apostolic Church، وحرص على تلقين عقيدة الأرض المسطحة. بعد تدهور صحته وكثرة فضائحه المالية، حيث راوغ القوانين وجمع ثروة بملايين الدولارات، تنحى ألكسندر داوي بأمر المحكمة ليأخذ مكانه ويلبر جلين فوليفا الذي ولد لعائلة ماسونية، حيث كان والده ماسونيا من الدرجة 32. عرض ويلبر جلين فوليفا مبلغ 5000 دولار لمن يتحداه ويفوز عليه في تفنيد عقيدة سطحية الأرض. كان من بين المبشرين الأوائل في العالم الذين امتلكوا محطة إذاعية خاصة بهم. استغل فوليفا منصته هذه لمهاجمة كروية الأرض والعلوم الفلكية وأفكار نظرية التطور. تحدث فوليفا قائلا: إن فكرة ابتعاد الشمس عن الأرض مسافة 91 مليون ميلا فكرة سخيفة. قطر الشمس هو 32 ميلا، وهي ترتفع في السماء بمقدار لا يتجاوز 3000 ميل عن السطح. لقد خلق الله الشمس لتنير الأرض، وبالتالي توجب أن يضعها على مسافة قريبة تتيح لها القيام بهذه المهمة. حمل شعار مدينة زايون رمزي الصليب والتاج الماسونيين، وتقلد رجال شرطة المدينة اسم الحرس البريتوري، وهو نفس الاسم الذي تقلده النازيون في الحرب العالمية الثانية. وتمت كتابة قوانين المدينة على لوحات الإعلانات بمختلف الأماكن التي كانت أهمها تدنيس المؤمنين بكروية الأرض. لم تعد مدينة زايون حينها مكانا صالحا للعيش لمن لا يؤمن بسطحية الأرض. وعلى سنة سلفه جمع فوليفا ثروة بملايين الدولارات من مدينة زايون، تم على إثرها تجريده من منصبه. فدخلت فكرة تسطيح الأرض في مرحلة سبات مؤقتة إلى حين إعادة إحيائها من جديد على يد سامويل شنتون المنتمي لأخوة Catholic Zetetic Societies
التي أسستها السيدة بلانت والجمعيات المنبثقة عنها The Royal Astronomical Society و The Royal Geographic Society، وأعاد بدوره تأسيس مجتمع Universal Zetetic Society مغيراً الاسم إلى The International Flat Earth Research Society، واصطلح عليه اختصاراً Flat Earth Society. بعد أن قضى سنوات عديدة في التبشير بأفكاره ونشرها للعالم، شعر شينتون بأن صحته لم تعد تسمح له المواصلة في منصبه، فسلم المشعل إلى الشخص الذي رآه الأنسب وهو تشارلز كينيث جونسون، الذي أعاد إحياء الفكرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤمنا بفكرة أن ويبر غلين فوليفا كان الشخص الذي علمه كيف يثبت أن الأرض مسطحة. بدأ جونسون مشواره بالظهور في برامج تلفزيونية ومحطات إذاعية مختلفة بأمريكا إلى جانب إلقاء المحاضرات، حيث روج لفكرته مستفيدا من القاعدة الجماهيرية التي وفرتها تلك المنصات. كان يلقي جونسون محاضراته لفائدة نواد وتجمعات ماسونية مثل ألكس وكيوانيز وذا روتري كلوب، والتي لم يكن ممكنا لغير الماسونيين المحاضرة فيها. إلى جانب زوجته، استمر جونسون في التبشير بأفكاره عن طريق توزيع منشورات ومطويات مختلفة ضمت صورا لخرائط الأرض ومعلومات عن الجمعية التي يمثلونها. في إحدى المطويات التي نشرتها الجمعية نقرأ معلومات تقول إن الجمعية العالمية لبحوث الأرض المسطحة The International Flat Earth Research Society هي أقدم جمعية على وجه الأرض، تعود إلى ما يقارب 6000 سنة على الأقل، بدأت منذ بداية الخلق، نحن كنا وما زلنا الأقلية، النخبة، المختارون. هاجم جونسون المنهج العلمي الرسمي في البلاد، وادعى أن الصعود إلى القمر كان خدعة، وأن رحلات أبولو إلى الفضاء كذلك، واستمر في مسيرته إلى حين وفاته سنة 2001. سنة 2004 عاد شخص اسمه دانيال شينتون إحياء فكرة الأرض المسطحة مستفيدا من شبكة الإنترنت، حيث بدأ يناقش الموضوع في المنتديات انطلاقا من التعاليم التي وفرها مجتمع الأرض المسطحة. سنة 2009 تم إطلاق الموقع الرسمي للمجتمع على شبكة الإنترنت، ثم سنة 2013 انشق قسم من أعضاء الموقع وأسسوا مجموعة أخرى لها منتدى وموقع مشابه. سنة 2015 ظهر شخص يدعى إريك دوباي على شبكة الإنترنت يعلن نفسه خبيرا بنظريات المؤامرة، أسس موقعا ومنتدى خاصا به ادعى فيه أنه رئيس The International Flat Earth Research Society. المعلومات الشخصية التي وصف بها دوباي عمله على الإنترنت هي خبير بالمجتمعات السرية، خبير بالسحر والتنجيم، خبير بقراءة الطالع والكف، خبير بتفسير الأحلام، وخبير بعلم الأرقام، ويوفر جلسات واستشارات بهذا الخصوص بقيمة دولار و69 سنتا للدقيقة عبر الشبكة. انضم لشبكة المروجين في موقع دوباي أعضاء استخدموا مختلف مواقع الشبكة لتسويق أفكارهم مثل جيرانيزم، جينينكولوجيا، ستارز أر سولز، إمورتلز وغيرهم الكثير، ليساهموا بذلك في نشر الأفكار على نطاق واسع ليتأثر بهم بعض العرب والمسلمين أيضا، فقد قام بعضهم بترجمة الأفكار وإعادة نشرها إلى العالم العربي معتقدين أنها الحقيقة، وفي نفس الوقت أصبحوا يرفضون الدلائل العلمية القاطعة على كروية الأرض ويؤمنون إيمانا أعمى بأن كروية الأرض مؤامرة كونية.